مساء الخير. هلا هذا واحد من البرامج البسيطة اللي أنا عملتها على الفيجوال بيسك دوت نت، واللي الهدف منها أول إشي تعليم مجموعة من الطلاب اللي بيرغبوا إنهم يتعلموا في البرمجة كيف نعمل برامج صغيرة، والشغلة الثانية إنه نستفيد من هاي البرامج نعمل امتحانات للطلاب الصغار اللي هم الصف الرابع أو صف خامس. هذا برنامج يعني زي برنامج رياضيات صغير، عبارة عن عندي 4 ليبلز هون، هاي ليبل هون، ليبل هون، ليبل هون، ليبل هون. هذا هاي الليبلز، هاي الليبلز بتولد فيها رقمين عشوائيات راندوم نمبرز، 2 راندوم نمبرز في كل ليبل، وبالتالي طبعا راح اجمع الـ يعني احط بين الرقمين العشوائيات اشارة ضرب مثلا او جمع، انا مش عارف شو حاط في البرنامج بالضبط هلا بشوف. وبيجي اللي هو الطالب الصغير بحل السؤال اللي طلع له في هاي التكست بوكسز، وبعدين بيعمل تشيك. فلما يعمل تشيك بطلع له الجواب، يعني في آلية فحص انه والله الرقمين اللي تولدوا هون هل نات او حاصل ضربهم يساوي الرقم اللي تم ادخاله في التكست بوكس ولا لا، وبناء عليه بيعطي التصحيح وبيعطي العلامة وبيخزن بالديزة. انا هون شايف مثلا لو بدي اطلع من البرنامج هون، لاحظوا هون بيخزن بالدي ملف نوت باد بالنتيجة. اوكي، خلينا نجرب اشغل البرنامج. مثلا لاحظوا انه هون مثلا 2 ضرب 0، 2 ضرب 8، 5 ضرب 0، 2 ضرب 6. طيب نيكست كويستشن، لاحظوا انه اعطى ارقام ثانية. كل كبسة هون او على الفورم لود بيتم توليد ارقام عشوائية. يعني انا عندي هون كم متغير؟ 10 متغيرات. هذول المتغيرات عبارة عن راندوم نمبرز، لاحظ هون كيف راندوم نمبرز. هاي انا عرفت هاي على الفورم لود، هذول هم اللي هو الفاريبلز از انتجر. اوكي، وبعدين عملت راندوم نمبر من 0 ل 11. الفانكشن اللي بنستخدمه للراندوم نمبر، طبعا الباراميتر الثاني بكون زياده رقم عن الرقم عن الفتره، يعني انه هيك من 0 ل 11 انه هيك راح يطلع من 0 ل 10، فبولد الارقام العشوائيه. وهي انا حاط هون علامة ضرب تطلع هون بالبرنامج زي ما احنا شايفين، مثلا 1 ضرب 7 7، هون 40 مثلا. نعمل تشيك الرجاء كتابة اسمك مثلا نزار، فكله طلع ترو. اذا كان طبعا كلنا ترو تطلع هاي الصورة مثلا، او ممكن تطلع اغنية، او ممكن تطلع شغلة معينة. و في عندي كمان حتى الأسئلة هون، يعني English Dictation هاي من زمان ما دخلت عليها. ممكن برضو احنا نستفيد في عملية المقارنة بين قيمتين. ان انا كاتب السبت بدي الطالب يكتب لي مثلا Saturday، كيف بنكتب؟ فمجموعة كلمات ممكن نحطها ويكون في زي املاء معين Dictation يعني. ماشي، نرجع ندخل على البرنامج مرة ثانية. مثلا اعطاني ارقام مختلفة، 15 7، خلي هذا 0 مثلا، 0 0. هاي تشيك. اوكي، طلب الاسم مرة ثانية. لاحظوا هون طلع ترو، ترو هون كمان فولس بيعطي الجواب ايش هو. ويعني كاسلوب مزح، يعني بيجي الطالب بده يطلع من هون، فبحكي do you really want to exit؟ مثلا يس، فبحكي له اسف جدا. طيب نو، برضه اسف. المهم انا مش عارف كيف بسكره على فكرة. هاي من فوق من اكس 2 على 5، حتى انا عملتها بطريقه كانه يعني كيف لما نصلح للطلاب الامتحان انه 2 وبعدين كسر 5. اوكي، وبنروح على لو رحنا على الدي مثلا، لو رحنا على الدي يفترض انه يكون في ملف نوت باد هيو برضه بهذا الشكل. يعني انا بعلم الطلاب كيف نعمل راندوم نمبرز، وبعلم الطلاب اللي هم طلاب التاسع والعاشر كيف نعمل برنامج صغير ابلكيشن. وهاي البرامج بنستفيد منها انه نخلي الاولاد الصغار يحلوا الاسئله الموجوده هون، يعني بنفيدهم بالرياضيات وبنستبدل البرامج الألعاب اللي بيلعبوها بشغلات مفيدة. والله يعطيكم ألف عافية.